انا والله غادي راسك هنا في قرية تيزا يجوا كامل اللي الناس من الناس من القرية المجاورة هنايا نحتفلوا كامل هنايا يجيبوا كاع دي المعارض تاع لي غوكابي اللي بيجوا كلش وديروا قافلة نجمعوا كاع هذا النهار ونحتفلوا بيه هنايا أسكسم كاز كل الجزائريين مليحة هايلة الله يبارك استقبال كان هايل يعني ما شاء الله كل حاجة معارض كلش الحوان كلش يعني المأكولات إن شاء الله كل عام نحتفلوا بأجواء هايلة وجوزة مليحة إن شاء الله وإن شاء الله أسكسم كاز ككل سنة وككل عام تحتفل قرية تيزا بتظاهرة يناير وهذا العام هناك تظاهرة كبيرة في قرية تيزا تميزها الأخوة وتميزها لم الشمل بين المواطنين الجزائريين. هناك برنامج جد ثري، هناك معارض للاقتصاد الريفي، هناك قافلة للباس التقليدي الأمازيغي ومحاضرة من تقديم أكاديميين وجولة سياحية في المنطقة. اليوم حاضرين هنا لاحتفال ومشاركة بعيد يناير في قرية تيزا. والله الأجواء كانت رائعة وإحنا رانا كل مرة منذ 5 سنوات إحنا نتلقاو دعوة هنا. في الناس